شوي ما هي زيدوها شوية احنا عرفت كيف كان حصلنا هيك شوية هيك باك تطلع شحوطة اثنين حاجة هيك مرة يطلع مرة يطلع اصطريف باهي كان حاجة حتى يتغدوا بيه لا شوية بس شوية ولدي بس شوية صبر هيك تو ان شاء الله لا ان شاء الله لا بالك حجرة هدية شوفوها ترى نرفعها شوية نعطاها شوية رخوة بس فيش حوت يا بوي واك مليت يا بوي انا بروح اصبر 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 تعلم الصبر اصبر تعلم الصبر يا ولدي السلام عليكم ورحمة الله. رب العالمين ذكر في 70 موضع في القرآن الكريم جل وعلا، وأيضا جعل سبحانه وتعالى معيته مع أصحابه. شنو هو هذا الشيء؟ الصبر أو حبس النفس عن الجزع والتدمر. الصبر اللي هو المفروض يرافقنا من الصغر حتى الكبر. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله مع الصابرين فاصبر، وغيرها من الآيات اللي تحث على الصبر. ليش الصبر الآن في واقعنا الليبي المعيش وفي حياتنا اليومية نمر بأزمات عظيمة، شح في السيولة، حروب، أزمات، انقطاع للكهرباء. كل هذه الأزمات تحتاج لمعنى عظيم لارتياح النفس، ألا وهو الصبر. فاصبر، وغيرها من الآيات اللي ربي حث حتى المؤمنين أن يذكروا بعضهم بعضا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علموا أبناءكم الصبر، علموا أنفسكم الصبر، تواصوا فيما بينكم بالصبر، فهو مفتاح فعلا من مفاتيح الفرج. تعرف بك اللي تقول لي روح 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 ها صبرت وحصلت حوتة صبر جميل ما غير شيء ما غير صبر ما يجيش ديما ولدي تعلم الصبر